ما خافش ما خافش ما خافش. سيح فما برش عبيد تخاف، أما زيد فما نسبة كبيرة من العباد اللي ما تخافش. زعما علاش تخاف وكيجي تشوف كل عبيد كيف بعض؟ يعني اللي يخاف ينجم يلقى سوليسيون باش يناحي الخوف، وزيد اللي ما يخافش ينجم يولي يخاف. علميا الناس الكل تخاف، أما في مجتمعنا هذا فما نسبة كبيرة من العباد اللي تخاف، أما ما تحبش تظهر الخوف متاعها على الناس. أنا بيرسونيل مون كنت خاف من برشا حاجات، أما بعد اللي شفته في حياتي وبعد المراحل اللي تعديت بيها خلاني نكون قوي ونظهر للعباد اللي أنا ما نخافش. يعني مش ما نخافش، خاطر يقولوا اللي خاف نجي، أما زيد اللي خاف ينجم يكون يتهرب من الحقيقة. الخوف مش سبب باش نتهربوا من المشاكل، على خاطر كل مشكلة عنده حل، والحل يلزم نواجه مشاكل باش نعيشه، وباللي تبقى الدنيا دروس والحكايات والمشاكل اللي نعيشوها هي تيست من عند ربي باش نتوب.